توجور سو فيد. ان شاء الله ربي يا اخي ربي يقرب. احنا ميت ميت. الحمد لله نظن بلي السوق الجزائري اليوم راهي تقريبا يعني ممونه بطريقه يعني لا باس بها. نامل اكثر ان شاء الله. كذلك من طريق عن طريق الاسعار يعني نظن بلي الاسعار هذه السنه عرفت نوعا ما انخفاض في بعض المواد وارتفاع في اخرى. احنا نحاول اننا نعدل في هذه المواد. وكذلك احنا خذينا اجراء هما نخفضوا من 10 ل 15 ل 20 حتى ل 25% من الاسعار من المواد الواسعه الاستهلاك. قمنا بتقريبا فتح ما يقارب 500 سوق على المستوى الوطني. في اليوم هذه الاسواق راهي متواجده فيها 8500 متعامل اقتصادي. هذ المتعاملين كلهم يعني 8500 متعامل اقتصادي نشكرهم من هذا المنبر انهم كلهم جاهزين باش انهم يمشوا الاسواق الجواريه باش يكسروا الاسعار. كما هذا يدير 118000 لو كيلو. موالف نشري هنا 170 160 برا. الاسعار ما شاء الله راهم ناقصين باغابوغ برا في المارشيات، ومام السلعه نقيه والنظام وخاوتنا يتهلاو فينا وما شاء الله وتصوموا بالصحه ولهنا وصحه في طركم.